بعد النبي أحد، وهذا الختم وسيلة لأن ترتقي هذه الأمة إلى إدارة وقيادة العالم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فعندما ختمت النبوة تشرف هؤلاء العلماء باستلام قيادة الأمم، والعلماء لهم شروط حتى يشهد لهم بأنهم هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كميرز هذا الكاذب يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذا الذي يقوم يكون له شروط بلغها وتشير إليه الأمة بالبنان، لأن هذا هو مجدد هذا القرن، كما حصل. وإذا خرج المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، وله صفات خلقية وخلقية لا تنطبق على هذا الميرزا الكاذب الخبيث. وأنا أكرر هذه الألفاظ ليس لأني أنا يعني غليظ، لكن حتى هؤلاء يتحرك ما في أذهانهم من تقديس لهذا الإنسان النجس الذي يكذب على الرسول ويكذب على الله ويكذب على الناس.